السلام عليكم. عليكم السلام فضيلة الشيخ، ازي سعادتك؟ الحمد لله. ابن اخويا حضرتك ماشي بالسيارة وبعدين ارفع الصوت شوية، مش عارف ايه الصوت منخفض ليه يا عبد الله. اقول لحضرتك سامعني كده؟ ايوه كده سامعك. ابن اخويا حضرتك سايق السيارة وماشي، ايوه ففي طفل جه تحت العجلة الخلفية وهو ما شافوش خالص، اه فمات هذا الطفل. ما ادريش ابن اخويا الا ووالد الطفل ده وعمه بيخبطوا له على باب العربيه بيقولوا له اقف اقف اقف، فوقف لقى الولد مات عمره 3 سنين. ايه اللي عليه حضرتك علشان يكفر عن الخطأ ده؟ والله في هذه الأحوال ننظر هل المجني عليه متحمل نسبة من الخطأ أم لا، وبقدر النسبة نسبة خطأ المجني عليه تخصم من الدية، تخصم من الدية. ولكن الإشكالية التي نواجهها في مصر أننا ليس عندنا نظام العصابات، فيفترض في قتل الخطأ أن عصابات الجاني في قتل الخطأ تتحمل الدية معه، ولكن هذا غير موجود. فالذي يعمله قريبك يراضيهم بأي مبلغ من المال الذي في وسعه، لأن الطفل أيضا على حد قولك عليه نسبة خطأ. ايوه، لان بيلعب ومسكوه كذا مره من تحت التوك توك. من يقول لك يعني عليه نسبة خطأ، اه فتخصم نسبة الخطأ هذه من الدية. إذا كان مخطئ 100% يختلف عما إذا كان مخطئ 20%. والدية على التقدير المصري الأزهري الآن 36.5 كيلو جرام فضة، 36.5 كيلو جرام فضة، يعني مثلا ما أدري 400 إلى 500 ألف جنيه. إذا كان هو متحمل القتل الخطأ 100% هيدفعها هو والعصابات. العصابات غير موجودة، العصابات غير موجودة. فنرجع نقول له ادفع ما في وسعك وسيصوم شهرين متتابعين، لأن الرقبة غير موجودة فلن يستطيع أن يحرر الرقبة أيضا. لا يستطيع طبعا، فيؤدي ما استطاع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. شكرا جزيلا. الله يكرمك. بسم الله. مع السلامة.